Pancasila ataupun kita bertawasul mengharapkan suatu kelancaran dengan atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kang Guru Hidayat ini diberikan kelancaran dan bisa istiqomah dalam mengarungi rumah tangga ala hadinya walakum salih salihah liri ta'ina wali syafati rasulillah salam bibarakatilahum lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين وأفضل بشر المخلوقين وأشكر العباد والناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله مالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فَإِنَّكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْكُو مِنْ أَضْطَرَّكُمْ وَلَكِنْ أُصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَقُومُ بَعْدَ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا سهرا وكان ربك قديرا وأمر الله يجري على موضعه وقضاء يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قد أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويتبع عند الأم الكتاب. أيها الحاضرون في هذا المجلس, هذا يوم مبارك قد خطب نور الهداية بن بابا شيخودي ولارس وهيوكينا في بنتي بابا رحمن وشغلنا بين الآن إن شاء الله. فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَكُنْ مَا يُرِيدُ لَمَا قَدَّمَ قَدَمَ وَلَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. Mari kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Kepada Mas Nurul Hidayat dan Laras Wayuki nanti silakan baca satu teks berikut artinya bergantian silakan. Astaghfirullahaladzim. 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 Allah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله إن تقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا نور الهداية بن باب شيخ الدين يا أزوجك على ما أمر الله سبحانه وتعالى به نزل معروف أتس ريح مسان ya laras ya nurul hidayat bin Bapak Saifuddin ya. Ku nikahkan dan ku kawinkan Laras Wahyu Kinanti binti Bapak Rahmat yang walinya diwakilkan kepadaku dengan mas kawin Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Laras Wahyu Kinanti binti Rahmat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Begitulah para hadirin atas pernikahan ini dan insyaallah nanti doa dirhafir dari pihak Bapak Ustaz Sarifuddin. Hal ini kepada Ananda Nurul Hidayat, ini mas kawin serahkan kepada istrimu sekarang. Yadilah dan berdoalah karena waktu ini, detik ini mustajabah utama. Allahumma salli ala Muhammad.